يوم الماتش ده يمكن احنا دخلنا اوضه اللبس، طبعا احنا سامعين اوضه اللبس في استاد القاهره تحت المدرجات، فانت سامع دبدبه بس حاسين ان في حاجه في الاستاد، الصوت اصلا مش مسموع في اوضه اللبس. كان في وائل جمعه كان موقوف الماتش ده، فخرج بره ورجع. انت عارف لما تشوف واحد حصل له حاجه، يعني مثلا شاف حاجه بره غريبه، يعني مثلا شاف اشباح، شاف حاجه، واحد داخل وشه غير طبيعي وما كانش هيلعب وائل موقوف، قال لك لا ده الملعب مش هنسمع صوت بعض في الملعب، احنا نزلنا نسخن. والله العظيم فعلا انت مش سامع صوت حد، انت في، انا متهيألي مصر كلها كانت في الملعب في اليوم ده، انا متهيألي كان اكتر من 120 الف موجودين في الملعب والاستاد. نزلنا الملعب، المباراه ماشيه بشكل كويس، جول بدري، بعد كده عمال تضيع فرص، بعد كده وحشين شويه كويسين شويه، لحد ما جت نقطه اخر 7 أو 8 دقائق اللي بدا الجمهور يقول فيها كاس العالم، اما حسوا ان خلاص الموضوع بينتهي. يعني يمكن قبل الجون ده كان في كره الحضري يمسكها، كره عدت من ورا هاني سعيد ويمكن كريم حطها من فوقيه، راح مطلعها بايده، يمكن بعد الكره دي ارتدت بالظبط كره الهدف. يعني بص كره غير طبيعيه، احمد عيد فعلا ماشي بالكره ورقص اتنين وعملها وبعد كده وصلت. يعني خلي بالك هي الجون ده انا لحد دلوقتي اي حد بيقابلني يعني يسلم عليا فهو بيقول لي حاجتين، جون البرازيل وجون الجزائر، يعني هم دول، يعني دول زي الاسم بتاعك، يعني اللي بيعاملك ما بيقولكش سعيد، يعني يقول اه فاكر جون الجزائر، انا فاكر جون البرازيل. اول ما جات لي انا وقفتها، انا كان داخل عليا كان ستوبر بتاع الجزائر وقتها كان طويل جدا، بوجره باين، اه مجيد بوجره، يعني الكره دي انا رفعتها من فوق، انا وانا بلعبها انا شايف متى هو بعيد، بس انا كل تركيزي ان انا اعديها ازاي من فوق مجيد، لانه هو لعيب طويل جدا وسهل جدا الكره تخبط فيه. خلي بالك الكره دي لو خبطت فيه خلاص هو المباراه انتهت وخلص الموضوع على كده، فان انا شلتها انا بطبعي. كان في بعض المدربين يقول لك ايه بيكرهوا الكره ان انت تشيلها، لازم تعمل كروس جامد، فانا من الناس اللي اتعودت، مش اتعودت يعني، كل واحد بيبقى ربنا اداله حاجه، انا من الناس اللي ممكن العب الكره لحد معين، يعني مش لازم اعمل الكروس بعمله كده اللي فيه 2 3 موجودين في ال 18، لا انا ممكن اعملها لعماد اللي هو عماد واقف لوحده، انا هعملها لعماد هتوصل له ازاي ان انا ممكن اشيلها. فدي امكانيات ربنا ما بيديها لكل واحد، يمكن الكره دي انا شلتها من فوقيه راحت لعماد، عماد حطها، يمكن بص الملعب تحس ان الدنيا اتقلبت، مصر اترجت. يمكن اليوم ده يعني زي ما هو اسعد يوم، يمكن كان بعدها ب3 ايام اتعس يوم في العالم يعني.